بتحبني. بتعمل ايه؟ انت ليه بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ انت مش عارف ان انا اجرودي هاد ولا ايه؟ سوري والله، اول مرة اتشرف بفتحة قميص حضرتك، بعدين الحاجة بتاعت ربنا يا فندم. ارجوك يا فندم اتوسل اليك، سامحني وخلينا اروح. عايزني اسامحك؟ هسألك شوية اسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة وبشفافية. بصراحة وبشفافية. هنا صراحة تبقى هنا ايه؟ شفافية يا فندم، واوعد سعادتك ان اكون مرشدك الخاص واكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قولي يا عمرك ما اخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده هيطول؟ لا بصراحة، بس أنا أسمع كانت ماما تقول لي وأنا صغير رحنا جنينة الحيوانات في حضانة غولة، بس أنا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان؟ جنينة الحيوانات. السؤال التاني، عمرك حصل لك أي حاجة غريبة؟ حاجة عجيبة؟ مش متذكر، بس افتكر وانا عندي 3-4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت، افتكر ان انا سخنت جدا في الليلة دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا، قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعراية هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجة قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم، تيتا ما كانتش بتحب اني اشرب حاجة عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجة؟ ولا اكلت فم. يعني تيتا في حلوان 14 شعراية و12 شعراية. السؤال التالت، لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك، تختار مين؟ خص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مرة انا اجرودي. يا محمد بلاش محمد، حبسوني على شعر صدري يا مصري.